طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز واشنطن بحجب جميع المساعدات العسكرية الهجومية عن إسرائيل. وشدد ساندرز على ضرورة أن تستخدم واشنطن نفوذها للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة دمرت البنية التحتية في غزة بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي. وأكد أن أعداد القتلى ومستويات التدمير تجعل من السهل فهم السبب وراء اتهام نتنياهو بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب، مطالبا الإدارة الأمريكية بحث حكومة نتنياهو أو بحث حكومة نتنياهو على وقف قتل الفلسطينيين واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين والتدفق غير المقيد للمساعدات إلى غزة. But it did not, and this is where we get into the issue of war crimes. Yes, you have the right to defend yourselves. Yes, Israel has the right to go after Hamas. Very few people doubt that. But